نروح للي بعده، الاستاذ اسلام ودينا هانم. بنرحب بيك، انتوا جايين مع بعض فخد بالك. لا انا خلي بالك كويس. يلا احكي لنا ايه الموضوع، بتشتكي من ايه؟ لا اديله فرصه، انت هتبص له من اولها. انا ما بشتكيش، لان بص هو كل الناس بدايه معرفتي بدينا احنا كنا اصحاب قبل ما نعرف، يعني قبل ما نقرر نرتبط كنا اصحاب قبلها بثلاث سنين. انت ما بتشتكيش عشان مش قادر تشتكي ولا علشان؟ لا 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 عشان بص هو كل واحد اكيد عنده تجارب سابقه طبعا، واكيد عنده ايشوز في 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 حياته طبعًا. وجرب حاجات، فاحنا لازم اللي هناخده ناخده على كده ونكون متفاهمين اللي قبل كده واللي هو بيديله اسباب ان هو ممكن يشك او غيره. احنا ممكن ناخده على كده لو هو هادي. لا حتى لو على كده لو في جنان، حتى لو مش هادي. بص اقول لك على حاجه، هي جربت حاجات، يعني هي عاشت مع ناس وبني ادمين وبتقابل ناس وبتقابل الحلو وبتقابل الوحش، فاكيد في حاجات تسببت في 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 مشاكل او طبعًا. او انطباعات خلفيات بالظبط كده، فممكن تشابه الاحداث بعد كده يخليها تربطها بحاجه قديمه فتبتدي تحصل من هنا المشكلة. انت قلت حاجه مهمه جدا يا استاذ اسلام، لازم لما اجي ارتبط بانسان اشوف خلفيته ايه، ايه اللي اتلسع منه بالظبط. وخد بالك انا في جمله بقولها، يعني اللي اتلسع من الشوربه ينفخ في الشوربه. تنفخ في الزبادي ليه؟ لا 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 بتنفخي في الزبادي ليه؟ الزبادي برد اساسا. بالظبط. طيب كمل يا استاذ. انا ما عنديش ما عنديش مشاكل بعينها غير المشاكل اللي بمر بيها كل الناس، وانا مش شايفها مشكله لان احنا متفاهمين بشكل كبير، وكل المشاكل اللي بتحصل سواء غيره سواء متضايقه من حاجه تخصني واحده صاحبتي بتاع ده انا متفهمه. لا دي موجوده على طول، دي موجوده على طول في الجيب. دي ممكن اطلعها لك من جيبي عادي مفيش مشكله. تعالى لي في الدغري يا استاذه، عمرك شكيتي فيه؟ يوه اديها بقى المايك بقى سيبها، تعالي بقى طلعي يلا قولي. ها ايه اللي بيخلي الست تشك؟ حياة كتير. ادينا بقى امثله. بص انا بطبعي مش شكاك. مين بجد والله؟ ماشي بس اساله. لا مش هسأله دلوقتي ما تروحي بس يعني حصل حاجات فستوب بقى يلا نشك. زي ايه مثلا؟ لا كتير برضو كتير قوي. بقى ادينا امثله. يعني باش مهندس يوسف مثلا وهو حد تاني ان انت لسه قايل عليه. دي حصلت. نورة كازاخستان بقى ومنى مالطا والحاجات دي. ما ينفعش يبقى في نورة واحمد السباك ويطلع كده. مره تلات اشخاص مختلفين بيبعتوا مسجات ورا بعض. والله سؤال بس، هم بيبعتوا المسجات له ولا ليكي؟ ليه؟ طب وانت شرفك عشان كان عامل كونكت على تي في. كونكت انا حسيت ان الحلقه دي وقفت. ايه يا مان؟ قلنا واحنا ماسكين الموبايل ظهرنا للحيطه، قلنا ولا ما قلناش؟ كملي يا استاذه. ها فانا ما كنتش بطبعي بشك يعني، بس لقيت ثلاثه. يلا بقى هات باسورد وهات حاجات كتير اثبت لي. ولسه بيعمل حاجات هو بقى بيمسح خلاص. طب ما شكيتيش مثلا ان في عده تانية؟ لا استنى شكي. ايوه حصلت قريب. قريب انت جاي مقطع هدومك كده وجاي انت. لا يعني ماشي. طيب اتفضلي كملي. قفش التليفون التاني فين؟ لا ما كانش فيه، بس هو كان بيخبي حاجه تانية وافتكرت انا دي موبايل. فلوس. فلوس فبس افتكرت ان هو موبايل لقيتها فلوس فخدتها. طيب دلوقتي انا شايفكم بصراحه مثال جميل جدا للكابل او للازواج، ان انتوا واخدين الموضوع بشكل لطيف، وان الموضوع مش 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 ما فيهوش احتدام على الاقل قدامنا. طيب ايه اللي ممكن يحصل يخليكي بقى بدل ما انت بتضحكي كده وبيك سمايل تتحولي لاشكيف في البيت؟ لما بلاقي حد بيكلمه واكون قايله له ان ده لا. وحصلت برضه. ليه بقى تقولي له ده لا ليه؟ عشان انا عندي فيدباك من عنه ان هو حد مش حلو. حد ولا حدايه؟ حدايه. الله. حدايات كتير في حياته بقى. عشان كده دايما بقول العدو الاول لقضيه المراه ممكن تكون واحده ست. ده طب ممكن تدي له المايك لو سمحتي؟ بتريحها؟ طبعا. طيب يعني لو قلت لك مثلا دي ما تكلمهاش مش هتكلمها؟ طبعا. لو قلت لك اعمل بلوك على الفيسبوك مثلا؟ اعمل.
بيكلمهم من ورايا. لا اديها المايك بقى لو سمحت. ده بص اقول لك على حاجه، هي يمكن المشكله الوحيده اللي بنقابلها في الموضوع ده، ان انا بعد فتره طويله جدا قررت استغنى عن ناس كتير في حياتي، هي مش مرتاحه فخلاص اوكي، يعني انا عايز بيتي كويس. فهي المشكله الوحيده اللي مقابلانا دلوقتي ان هي حتى وانا ما بعملش هي شايفاني بعمل. ده امتى بس؟ يعني هو ده المشكله الحاليه، يعني هي ستيل خايفه، وانا عليا ان انا اهدي ده لحد ما تبدا. طيب ممكن تكلمي في المايك بس عشان عايز اخد رايك في حاجه. هل انت شايفه ان لو انت في حد مش مستريحه له، هل انت شايفه ان ده ايجابي ان انا اقلل دايره معارفه؟ انت شايفه ان ده صح؟ طيب عايز اقول لحضرتك حاجه مهمه جدا لازم تبقي عارفاها. هو هيسمع كلامك اول مره وهيقطع مع 2 3، هيسمع كلامك تاني مرة وهيقطع مع 5 6، هيسمع كلامك لتالت مرة وهيقطع مع 15 12، هيلاقي نفسه قاعد في البيت وحيد مكلمش حد، وهيزهق وهيقلب حياة الجحيم، وزي ما عملتي فيه هيعمل فيكي. هتلاقوا انتوا بنفسكم في الآخر ما بتكلموش حد، انتوا الاتنين قاعدين في البيت وشكوا في وش بعض وقاعدين متحفزين لبعض، وزي ما عملتي معايا هعمل معاكي، وزي ما عملت معاك هعمل معايا. لا لازم يبقى في ثقة يا جماعة، سقفولي.